اسميها بلاد، اسميها بلاد فنانة، زادها قاضي فقيرها كلني نحشها من كل مكان. أشبه البلد هاي شارات اللي ضالة عن القطيع وطايحت لها بوية فرفج ذيابه كلني بين هشها من مكان. فهالأساس البلادين اللي من غير طمعان فيها حسب الخير اللي موجود فيها البلاد ما يوجد في أي بلد في الدنيا العودة. واحد أبوي توه بط عمره وسمت عمره بهاك اليمين اللي ما شي كبره، لأن رق واحد من رقوق البترول اللي موجود في هالبلاد يوازي كل رقوق البترول اللي في الدنيا. شو يعني بتقول كمية؟ أكيد شيء تون، شيء بالعظمة، يقولوا شيء بالعظمة، هذا هو اللي يطرون شيء بالعظمة. والطرف اللي ليسر وين حاطيني أنا والطرف هذا أبوي شوفوا شوف طرفي سهل وخضار وطرف أبوي يبا. يا سلام سلام اسميها بلاد. إذا تدرون أن البترول 90% بترول العراق كامل من هالبلاد اللي نحن فيها الحين هاي يسمونها أربيل 90% متعلبتين فيها بويت علبيت ما بيفتشونها. حرام يا أبوك ما فتشوها، الخير كله فيها بيفتشونها لا بيفتشونها ولا سدود أنهار بترول طبيعة تاريخ حضارة وين بيودرونها؟ ما بيودرونها. تشوفون اللي بالبيض اللي هناك قبل أسبوعين ثلاثة الرقعة الخضراء هاي كلها كانت بيضة وحدة كانت ثلج ريج. يا رب البيت والحانة اسميها بلاد. سمعتوا هاي البلاد يقول عليها رضوان من الله ترها هذه. سمعنا ما زين إلا الفرجان، كل فريج روحة. يا حافظ عليهم يا حافظ. ترى الشيفة شيفة عربهم، عرب ابدا يا غير سبحان الله لسانهم حيوس يتكلمون كردي ولا شيفة عرب. بنيانهم بشارات الشعبية يعني مكان واحد، لا شارات الهجر، كل هجرة بهجرته كأنك ظاهر من بكيك صار تبن حسن. ما بيزرعون شيء داخل الحوي، شو السبب داخل حويانهم ما بيزرعون؟ لان الدنيا كلها خضراء يتبلهون على شيء غبر. يا رب يا تسلمنا السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بغيت اتكود ليش دكتور ما بينزلك تصوير؟ والله يا الله يحاول. والله حمد اروح يا استلي السياره ايه شايفك نتشاور ونطيها. انا حتى الفندق ما باه ما تريد اي نعم انزل حق قرب وهند قرب بارك الله فيك. مرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. شو اسمك انت ابوي؟ غدير. لا اله الا الله، اسمك غدير؟ نعم. لا حول لا قوة الا بالله. انا عيل اسمي خالد. كيف تستوي؟ غدير شي بلادك انت؟ من اي بلد؟ اي منطقة؟ شخنان.
شقلاوة؟ شقلاوة؟ اسمها بلادكم شقلاوة؟ يقول لك هالبلاد كانت الأول عبارة عن حصن، يعني جلعة وحدة، الفريج كله كامل داخل هالجلعة. كم عمرها أبو يوسف؟ 7000 سنة؟ حاليا عمرها 7000 سنة، وكبرت وهي تكبر، هي تكبر ليه غدت البلاد، كبر دبي بكبرها حاليا، كبر دبي. يعني المدينة ككل كانت يعني عبارة عن جلعة، وهي تكبر وهي تكبر ليه غدت الحين كبر دبي، كلها براج ودنيا وعلم. لكم العالم يت كردستان المدينة هاي اللي نحن فيها أربيل، شو السبب؟ لأنها مدينة آمنة، الحروب دور ما دارها، والعالم كلها اللي انزحت يت وحم 5 ملايين، وزادوهم أبوي مليونين، فييك من يبليك، فجاسموها في كل شيء. فعلى الأساس نشوا هالبلهلال الحمر الأحمر. تقريبا انشأوا ما يقارب 8 مخيمات، 5 هاي مرة روحهم مالات الهلال الأحمر، و3 من غير مشارك، ما بين 800 إلى مليون آدمي لضمات ال يسمونهم المخيمات. نزيد الملايين هالأوادم اللي ضالوا وتكودوا في المخيمات، وين بيعيشون؟ وين بياكلون؟ وين بيشربون؟ منو بيتعبل منهم؟ ففي كل مخيم من هالمخيمات مسوين جميع المرافق، مثلا مدارس، مراكز صحية، يعني مراكز صحية مسوين بعد داخل في المخيمات، مسايد، مكتبات، نوادي، في كل مخيم كان ما يحتاجون حق الحكومة، مسوين الطاقة كلها، كهرباء تتم روحهم، ماهم روحهم، كل شيء روحهم، اكتفاء ذات. المستشفيات اللي قاموا بإنشاء الهلال تغطي أغلب مناطق كردستان، مش بس اللي في فهذا كله الله يحفظكم مكتوب في الأوراق. إن شاء الله إذا لجعلنا الحي بناخذكم إياه كل خطوة بخطوتها. أولا ظاهر لي ضبضوب، والضبضوب مضور بعيني وغادي عيني يبدأ يفنها كبر مثل الصبح، وهالضبضوب يا الله يحفظكم ما أبغى يظهر لأبوي وقت السفر، بس خلاف عاد بنار بس عن الضبضوب ومشتقاته وأموره وعلومه. فمشكلتهم في هالمكان الحين مشكلتين، مصيبتين، ما يقولون ضربتين في الراس تعور، ضربتين الحين عندهم نازحين ولاجئين. النازح اللي ظاهر من نفس البلاد من مكان لين ثاني يغير في نفس المنطقة، هم نازحين. انزين الحين عندهم في البلاد نازحين ولاجئين، لاجئين وين جايين؟ من سوريا، اللي فارين بعد من الحروبات وجايين هالمكان، جايين روح من كردستان ومن جنوب الموصل، هروحهم يوصلون تقريبا ما يقارب 500,000 روحهم هالنازحين. يعني في خلال تقريبا 5 شهور إلى 6 اللي نازحين روحهم ما يقارب 500,000 في 6 شهور، تخيلوا. يوم بيضيفك في بيتك بيضيفك 5 تنفار ولا 10 تنفار يمحنونك، تمتحن وين بتوديهم؟ لكم عاد الحين ودينا جدا مخيم، مخيم هذا من أكبر المخيمات الموجودة في الدنيا، العودة مخيم من سنين مستوي. الإمارات والهلال الأحمر بالذات أحد المشاركين في هالمخيم العود، مخيم دولي هذا، مشاركة فيه جميع البلدين. الحين وليش نحن سايد المخيم العود هذا؟ زين هذا المخيم على الله يحفظكم مسوين فيه دار للأيتام. وين يو الأيتام هذه؟ ضالوا الأيتام، جتلوا أبهاتهم وجتلوا أمهاتهم، واللي ودر عياله وساروا يا دواعش ولا رد لهم، ظهروا من الأرض ما ظهروا من الأرض، هاي أبوي لهم عوايل، لكن إبليس أبوي غر هاليتهم، واللي سبحان الله الله استشهد منهم، استشهدوا أبوي في الحروبات هاي اللي جاء اللي في مطاحنين. انزين وحد منهم أبوي ساروا يا دواعش، وحد مات وتموا سووا الحين دار الأيتام. هاي دار الأيتام منهم مسوينها؟ الهلال الأحمر، الهلال الأحمر الإماراتي مال الإمارات جزاهم الله خير، سايرين هل بالهلال الأحمر ويا الشيخ مال هالبلاد ويا الرئيس مالهم، كلهم بيفتتحون الشو المكان اللي خبرتكم عنه.
أبوي ريال رقم واحد هذا المحافظ ماثم، اسمنا وزاد هادي، وداعي أبوي العالم كلها أبوي على شرف الافتتاح لمال دار ليتان. عليهم قال ها تون من غير ما تجيبون خالد الخالدي أبو ظبي، أول ما يطيح أربيل خالد بن أحمد أبو محمد ضروري حضر. فالك طيب ونحن أبو حاضرين، وإذا دعيتم فاستجيبوا، وأنا أبوياي ألبي النداء. ريت تبودنا هالسيارة زين على الله يحفظكم. القصد من العنوة هاي الافتتاح مال دار الأيتام. زين دار الأيتام منو متعبل منها محين العبالة كلها؟ متعبلين هم هل بالهلال الأحمر، فلذلك أكبر نسبة أيتام في الدنيا العودة موجودين في العراق. والمخيم هذا وين منصوب؟ هذا في مفترق طرق وين شيء الحروبات يون العرب عنده. يوميا يقول لك الأسعاف تشل أميات اللوادم، أميات اللي جرحة اللي قاصين ريول اللي قاصين كتفه اللي حالته لا، وعاد اللي يموتون يخلفون عيال. العيال وين يودونهم؟ عندها الإمارات. وين هذا الحين نحن سارين مرة عاية ليتام هناك حين يمعون. غدير هاي الحين اللي خطفنا عليها مركز شرطة لو شو؟ كانت سيطرة قبل. سيطرة شو يعني؟ نقطة تفتيش بين المحافظة الحصيلة التجارية الزراعية عندكم غدير؟ الحنطة. هاي أشهر شيء عندكم؟ مو يعني أشهر شيء بس يعني. شو غير الحنطة موجود؟ فواكه؟ أي شيء فواكه، كل شيء. كل فواكه عندكم؟ الموز والمانجو. الموز والمانجو لا. شوف أنت. شرقي إماراتي اللي فيها. خل هذا عبدالله، خل هذا كاكي، خل هذا. خل هذا برايك. نرجع ورا يا جماعة، ما زاخر زحمنا. هذا دار الأيتام. هاي غرفة واحدة مثلا. هذا دور الأيتام. طبعا الأطفال اليوم بدون لا دور هذا طبعا ناقص أولاد البنات والأولاد. هذه كلها دار رعاية ليتام. وهذا مستوصف عام الخير الإماراتي. الحين بعد يفتحون هذا. هذا مستوصف عام الخير الإماراتي. هذا الحين بيفتحونه. هذا غرفة يعني لأنه ما في ولا مستقبل. هذا كله بسبب حق المرأة.
يلا بعد كده ماشي نعم ما عليه بمسحب 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 ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حرام عليك ساعات يا ربي انا يا ساتر ادورك دوار على فكرة ترى عندهم بصر حتى في خدمة البنيان هذا اليابانيين لهم في المستوصف هذا اللي مال اللي نحن فيه حاليا يمتاز إنه في الصيف يكون بارد الصيف يكون بارد وفي الشتاء يكون دافي بانين على هالطريقة دايم من الموصل من جانب الايمن وعيالك هناك اطفالي حرب اربيل وجيت هنا صار لي 4 أيام طلعت من المستشفى جيتي على المخيم وعلاجات بالجانب الايمن ماكو وقالوا لي لازم تتعالجين وهي تخلصين علاجات بعد التشوله هي وشغاله عاد عبيها ونفخت عليها لبت علي اطفالي اطفالي طلعتهم برجلي من الخيمه مشان لا يشتغلوا والنار الحمد لله والله يعودك لهم ان شاء الله سالم غانم الله طيب ان شاء الله وشو المطلوب الحين والله انتم كرام لا شو قالوا لك الاطباء هني الاطباء ما هالقد علاجاتكم وشو كيف نقدر احنا نساعد خبرينا حاضرين اللي تنطون وانتم كرام واحنا نستاهل والله انكم تستاهلون تستاهلون عيوننا والله الله يسلمك الله يحفظك طيب ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك تاكدي ان يعني نحن هني جايين اليوم توجيهات من الشيخ حمدان الله يحفظه حمدان بن زايد نعم اللي وجهنا الحين يعني الراعي ونوقف على احتياجات النازحين العراقيين وبيكون علاجك ان شاء الله على يعني شو اسمك انت؟ اسمي هناء هناء شو اللي خلاه يفق فيك هذا القاز؟ هو الغاز ما يمكن بنسبه من البنزين زين وعاد ونفخت عليها والرتبيه لبت بيا لو ما نفختي كانت بخير الحين لا ما هي راد انفخ عليها تروح النار بصفحه ونسبه البنزين قويه بالغاز عليك الف باس عليك الله يسلمك يا الله يعافيك ان شاء الله يعفو عنك خلاص الله يعافيك الله معك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يشافيك هذا المخزن شوف هالمباني اللي صورتهم قبل شويه هذا كله تبع الامارات الامارات مسوتنهن شباري ما شاء الله كل إيداد هاي ما شاء الله هاي شباري يشوفونه كل هنا أبوي مال ذوي الاحتياجات الخاصة مال المعوقين ها هالكراتي كل أبوي ها هاكل اللي تشوفوا كلهم مناز حق الاطفال كل حرمه من تربي ابدا مرز هزاها تربي بني عطوها مرز بالله عندنا سلال غذائيه وسلال صحيه طبعا كل كرتون شهر بين 3 أسابيع الى شهر وكل عائله تتكون من بين 5 إلى 7 أشخاص يكفيهم هذا الكرتون ممكن تنزلنا هذا
هذا الرجال شو اسمه بالجاكيت بالبدله نوزاد هادي اسمه نوزاد محافظ اربيل بكبرها اي اربيل بكبرها شوف انت دفايات حق الشتاء كنديشنات مهم جدا 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 للاسر افضل عن ال الخشب لان الخشب عاده انهم يكون داخل سينا او داخل البيت فالخشب يعمل دخان ويعمل التهاب فيوم جبنا هالنوعيه على اساس انها تكون هادة على النفس وتعيش اكثر مصنع مخصوص حق ابو يهد الهلال الاحمر من بو يوم لين بو خمس سنين من بو يوم لين بو خمس سنين ثيابي وكل جديد ها تتحرر شيء جديد ها كل جديد كل جديد 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 يا الله مغلظ رأسك أنا أبو حتات الروس ما يدل بيتكم أنت أربع الله مغلظ رأسك هالملابس اللي تشوفونهن الانتاج مصنعيه شو اللي في سوريا تحيدونهم هالبالمخيم جايين السوريين اللي في الاردن اللي في الاردن تحيدونهم اللي صورناهم قبل شهرين اظني ها كله خدمه مروحهم وين التاج ها خدمه ها خدمه هالبلد الاحمر حق ثلاث سنين بنيع مره ثلاث سنين ها نعم هذا الشغل وين؟ منو خادم هاي الأشياء؟ معامل هلال الأحمر داخل أربيل يصنعوها لاجئين السوريين نعم. اللي داخل أربيل نعم. هم يصنعون هذه نعم. ما شاء الله على السوريين السوريين ما شاء الله على شاطرين في كل شيء الهلال الأحمر بيشتير ناخذ منهم نشتري منهم أوكي. أوكي لا مرة ثانية لو سمحتي أوكي الهلال الأحمر يشتري القماش الهلال الأحمر بيشتري القماش نعم تعطون بعدين اللاجئين هم يخيطونها ناخذهم منهم لاجار تعطيهم تشترونهم اي زين بارك الله فيكم كل هالامم اللي تشوفونهم كل هالامم يتريون ابوي الاصدقاء يتريون الزكاه يتريون العطيه يتريون الرحمه اول شيء من الله انتم عاد من المحسنين اول بادي من الله احنا ناس عرفوني البيضات ما نعرفها شنو الحمد لله نزلنا ملابسنا والله حفياني يعني الله يعافيكم يعني يا اخي هم الريد حفنا والله ما مستحيل ان شاء الله ياخذ لك تيلا وين احنا الجانب الايمن مهدومنا من الجوع البارحه 30 واحد من حيتنا انهزم ذبحوهم حمايا صار لنا اربع قشور من تسلم اخذوه نساعد الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هسه اطفاله هي انهم بالخير والله عشان ليله ما يتقى الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حنايا هاي صار لها اربع اشهر ما عرفنا وين دمر الله روسهم الحين هاي ابوي توهم رابي هاي يربن هناك ابوي ويدخلون هنا الحين يعطونهم منازل الحين الحر جاي والناس بترقد وين على التراب هذا الوحيد اللي ينقذ الاطفال ان شاء الله ما حد بيقصر ابوي كل هالعرب ما بتقصر الاطفال من العقارب فعملوا لهم هاي الملزات حيلي صغيرون
هذا ولدك؟ لا بنتك؟ ما شاء الله عليك تبعت حمار ربا لليوم؟ عيني عليك على الله يحفظك. هاي بنتك انت لو بنية بنتك؟ ما شاء الله بس ما ادري شيء. ايوه مواليد 80 انت؟ ثلاث عيال عندك؟ الله يخليهم ان شاء الله. وانت بعد متى مربي؟ ها؟ متى جايب البيبي هذا؟ اربع ساعات؟ ما شاء الله. هذا ولدك؟ ايه ولدك انت؟ ايه ما شاء الله عليك تتحملين تربي؟ اي بنتي ايه ما شاء الله. شوف انت هذا لان فيه ريول والمنطقه هاي لهم فيها لهم بانين من الاساس. هالمخيم مثل ما قلت لكم ما بالامارات مسوت لنا، لا الامارات يوم تخدم هنمون شيء. شوفوا هاي الحين عليه الهلال الاحمر وما ادري شو والستور العود، ها كم مكبره هاي بوي خدمه الامارات مميزه. والخدمه الخيام هاللي تشوفونها امهات الطرابيل هاي ما بخدمه الامارات، ها خدمه روحهم وزارتهم روحهم بعضهم مع بعض خادمينه. يا غير فيهم لا مرافق، لا فيهم ابوي مرافق ولا فيهم حمامات ولا فيهم زرع، الله وعلى الله مساكين الله يرحم من يرحمها. ماجورين ان شاء الله يا ابو هند ماجورين، هذا كله اجر ان شاء الله. الله الله يفرحك ان شاء الله بهند واخوانها يا رب العالمين. مخيم ها من اكبر المخيمات، فيه تقريبا 81 الف ادمي يا غير مساكين حالتهم بالويل، غير عن المخيمات مال الامارات. الامارات تلقط في المطار، تحدوني صورت لكم في الاردن يقولون بيودونا باكر او اليوم. الحين حسب تعرفون الفرق بين مال الامارات وباقي، تقوم بدوله الامارات يغدي مميز خدمتهم الخدمه الولايتيه من الخاطر من الخاطر، خدمتهم الخاطر ما يخدمون شيء، يخدمون شيء خدمه مال قنبو عبود، لا خدمه قنبو عبود ابوي ما تدور عندهم. ها تعال بني خلوها تبوي خلتي تعالي تبني انتي دخلي انتي دخلي دخلي يبي صغيروني هذا وياك شهر تعالي معي تجيبيها صغير وحيد لي انت بنتك بنت ابنك ما كذبت حلفي والله العظيم بنت ابنك بنت ابنك والله العظيم اثنين عند اطفال ولا ابنك اثنين عيال والله العظيم انت ان شاء الله ما ان شاء الله ما يبغى ضرابه ان شاء الله حاضري ما يا ابو هنب ولا حق الجسم تبي ام هذ اثنين ومنز واحد جايب توم قد مقوات توم فيش حيل قوه تبي توم ها مقوات بنتين جايبه ما شاء الله ابوي عطونا حق هالحرمه تبي ام هدين هاي تبي ام هدين عاد فقيره سوينا هدين جايب توم ابوي مقوات مقوات يلا شيلهم عاد هرب ان شاء الله ما شربت يلا يلا عاد على الملاقه هرب ان شاء الله وايد الخير وايد ابوي ربن انت اليوم اللي تروم انت ربن حمال وربع هيلا بيس معلي وسنان يلا يا رب تنظر لحالهم لحال كل مسلم ان شاء الله ابوي ان شاء الله ان شاء الله شو تشوف الفرق هني ولا الاردن والله
طبعا نساعد الناس وين ما كان. معلوم، لكن انت تشوف بالنسبه يعني هذا اللي نحن فيه العدد كبير والحاجة أكثر والمصيبة أكبر هني. هي والله لازم نوقف مع أخواننا إن شاء الله إن شاء الله كلهم عون ماجورين ماجورين إن شاء الله. بارك الله فيكم يا محمد الفهيم وإن شاء الله هذا كله في ميزان حسناتكم ميزان إن شاء الله حسنات المحسنين لما دخلوا مع الهلال. الحمد لله الحمد لله. بس بالدماغ لين بقى عاد النطق ليش قامت تشوف هسا قامت تسمع لغة والسماعات هسا وصياحة ليون للناظر الشمري قال أنا أسوي له زرع بالشمال بالكردستاني 5-6 أوراق الزرع بس أنا أسوي كم 250 بس تعالوا وسع الحمل لنا باقي هذا مرحلة النطقان كل شهر اشتغل 50,000 قطعة فارغة المهم وهاليوم راح تطلع هي على زين عشو أنا بقية يمي أنا باقي هنا أنا عندي حريم 2 أطفال أنا عندي هنا حرمتين عندك؟ حرمتين مقوى كم 15 ولد وبنت ما شاء الله من هالحرمتين من الحرمتين هذا من تهنمونه اي لو صاحي 16 انا بتمزر الدنيا ابوي كل عيال انت شو تقول ما شيء هسه اشكر فنك مقابل مستشفى القطري الله يعطيك العافيه والله اريد اشتغل حارس يمكم اريد اشتغل بهذا المستشفى الله بيرزقك ان شاء الله انت ابوي تعادل 50 زلم الله يرحمه اي نعم بشاشة وجهك ورب العالمين رب العالمين بيسخر لك الارض من عليها والله ما نعم نعم ماجور هاي بريئة طفلة إن شاء الله كل شيء تبول بيستوي صارت استاذ كل شيء بيستوي ما كانت بعد السمع سولة قوقعة سوريا بس صار عند السمع الحمد لله واللي تكفل بعلاجها دواعش شتلو 4 زلم لا بركتم فيها خناك عد رقم التليفون أيوة أبو صالح رقم كوندا نواتو دو حرف ا ان شاء الله كل شيء بيستوي ان شاء الله توكل على الله الله يرحمه طيب ها الله يرحمه الشيخ زايد من شان طيب نصير شمة دز علي من الامارات قال جيب بنتك على السريع على المستشفى الكاظميه هذا 8 بنات انا اعالج بدل هاي البنيه سبحان بدي على الموصل ما تصير لان كانت عميه لا الموصل ابوي نحن ما فينا تصير الموصل ما فينا بس ابو الشرقيه شافها قال ايه ان شاء الله كل شيء تبابي فارق طيب ما طحت الا واجب الله يبارك فيك اللهم امين اجركم عند الله ما يضيع جزاك الله خير اجرنا واجرك ان شاء الله ان شاء الله يبي اي شيء حق البنيه هذه جزاك الله خير يبي شيء فنان ترى هي عندها واسطه يلا بارك الله ايوه كم من قطعه تربع الصليه وما تسمع وتسيحه تيملي نزلي طليها غليظ يا ماي الحين جايينهم قيض طلع شيء خفيف ها ابوي هاي حق البنيه حق البنيه هذه بتول بتول هذا مايه ها هذا من الهلال الاحمر هذا حق شت يا بتول هذا حق هذا فنان يصالق ايوه نعم يلا يلا هبوا ودي حق البنيه هاي الصليه فقيره زين بتول بتول زكي بتول زكي بنو بتول زكي فاضل زكي فاضل بنو زكي فاضل بنو استاذ مشاهد زكي فاضل منو؟ زكي فاضل عبد الله منو هو زكي فاضل؟ أبوها أنت؟ أنا أبوها ما أعرف الله أنا أبوها ها في وحدة متوقع فيه الله الله فيه إن شاء الله سير أبوي عند الريال هذا أبوي سووا له سمعوا للي يباه الريال إن شاء الله إن شاء لا إله إلا الله إن شاء الله أبوي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شخصية داخل موجودة موجودة هاي عيال اثنين عيني عليك بارد شو اسمهم؟ صبيان امير صبيان كم اولاد؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يستر العوض عند الله سبحانه وتعالى على الخيام على الخيام ان شاء الله كل شيء تبون بس على الخيام ان شاء الله انا مسوي سرير عربي لا على الخيام هنا وين الخيام؟ هاي الخيام هاي الخيام بس بعيد والله ما عليه ما عليه الله يحفظهم لك ان شاء الله بيشدون هاي اللي بيشدون ظهرت ان شاء الله يوم بيكبرون ان شاء الله هم اللي بيشدون ظهرت يوم بتكبري يوم يكبرون حالكم لله لا حول لا قوه الا بالله والله انها مصيبه يا ربي يا اخي خلود يا اخي خلود ها ولد؟ لا بنت بنتك انت؟ اي الله شاهد يا ربي ما كذبت اقسم بالله
العظيم. وين فيك حمال وربحينك؟ يعني عمري 30 سنة لا شوف. ها روحي ما دخل مزاجي هالموضوع. أقول يمكن 75 يمكن. هاي بنتك؟ وين أمه؟ أمه معوق شلل. معوق؟ معوق إيه. زي يلا سبعة. والله الوقت مشي. الحين انت 30؟ اي والله. الله والله يستوي من الجاع والظلم. الله كريم. يا سيدي طايح صغير منه؟ صغير عمره 4 أشهر. 4 أشهر؟ 4 أشهر. وانت شافي حتى على المعوقه؟ زين سر ابويه تعال شاف انبع خليه بيعطوني قناتي شاف سر عاد انت اللي يمطونهن عنك. يا بارك الله فيك والدينا ووالديك سر سر اللي يمرطونه عنك. لا حول ولا قوة الا بالله. المشكلة في المخيمات اللي ما بالامارات مسؤولة عنها ما شيء ترتيب مثل هذا. ما فتحت سلطة هالامارات. الامارات الحين زين منهم اللي راموا بعد يسووا لهم هالثلاث اربع اماكن مال ايواء الايتام والاشياء هاي. يروم ما حد يروم كنترول ما حد يروم يسوي عليهم ما شاء الله. الامارات هذه بنته هذا بنيا الامارات اللي تشوفونه هالحمر وهالبخار العود. اقول لك حبيب هاي اللبس مال شو؟ اللبس هذا؟ مؤسسة البرزاني. اي ما شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير. ان شاء الله امي. ومامتي تنصدم زلاقي عندي الطفل هتليم وبنت امه ماكو. ان شاء الله ما ان شاء الله اللي كل شيء بتحصلونه. يا حليل ها 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 كريال لا اله الا الله. انت زين اعطيها دودو اعطيها شيء يا رب كم لا يمت انت مره عادي كل تبا وزياده. حليله يا حليل الوليد. ياس اسمك؟ خذ ياسك خذ ياسك القياس اللي والدك اخذيه. حق خواتك هاي 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 5 خوات؟ انت اكبر وحده لو اصغر وحده؟ تي عذراء ما شاء الله عليك على الله يحفظك يا عذراء. شوفي هذا شوفي هذا الجوتي الجوتي تبي الجوتي؟ هذا صغير وايد هذا هذا؟ يلا بس لحظة مش نفس المقاس. ها ها شو رايك؟ شاه فنان يلا يلا غايته غايته يلا بارك الله فيك. يلا ما يلا يلا بيبطون الخلاف عنك. شلي سامانك خلوها تظهر بنية هاي فقيرة بيمرطون عنها. خلوها تظهر بنية هاي فقيرة بيمرطون عنها. يلا فتت حيركم حيرك المسلم. ليش الامارات تتعلم وتسوي كل هالاشياء؟ اهم شيء عرفت الاجابه اللي هي؟ لان هي الامارات. شفت اللهم لك الحمد. ليش الامارات تتعلم وتسوي كل هالاشياء؟ اهم شيء عرفت الاجابه اللي هي؟ لان هي الامارات. شفت اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بعيد عنك سعادة السفير.
بالعمارة بس. كم كملتي الحين؟ كم كملتي؟ كم كملتي؟ كملتي الحين؟ كم كملتي؟ ما خدت. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بيوش بيش الكرسي لين مكانك اذا الله راد ان شاء الله. كلم مالك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قناه ابو ظبي برنامج عودك، هذا احمد اليماحي يقدم برنامج من رمضان لرمضان يسمونه برنامج عودك. هذا البرنامج ماله يوضح كل الامور اللي يقوم بها الهلال الاحمر الانسانيه في جميع انحاء الكره الارضيه. درجه الحراره في القيض توصل 50 عز الصيف، 50 فوق على 50 توصل. تون جميع اللي هل بالهلال ابوي سووا ابوي قسم هاي اللي تكون كامل، اللي بتموت عن ولدها شلوه ربوه، اللي بتربي يا ابوها داخل وخلها تربي، لان هذا مش المخيم، مش مخيم الامارات، هذا المخيم مال ما ادري شو من البلد اللي سوت لنا كم بلاد ببلاد مجتمعه. على بلادهم هم، هاي البلاد هم اللي يخدمون المخيمات. الامارات شو تسوي؟ الامارات هي تبني المخيم روحها، تجيب عمال. اذا الله جعلنا من الحيين اظني الخلافه يودونا مخيم غير اللي هو مخيمات الامارات، يعني الخاصه في الامارات روحها من الالف الى الياء، يعني اختصاص الامارات. واللي ما بصاحب شنترون شنترون، كل ابوي سوته هذا منو؟ الامارات. قبل ما كان موجود، ما كان الحين جايين يفتحون مفتاح حرس. وين الفرق؟ نفس مقياس، نفس مقياس المخيمات اللي في الاردن يدونهن في السنبطه. اللي ما يموت من الحر يموت من لدغ، لدغ عجار وحنش وما ادري شو بقولكم. اساس الحين المنازه هاي الصغار اللي يسوونهن الهنريول، في السبب عسب الدواب والزواحف ما تركب للصغار، الزواحف تزحف وتركب فوق في المنز. فلا مستقفين هذه. والله ما يتحرى بيسوي يعني الدبكه. الخير تمتد ايادي الخير الاماراتيه هنا في مخيمات النزوح اطراف كردستان العراق. عادي يا ودي اذكر الله شو بدري ما تقصر ما تقصر يا ابو شهاب. هاي كلها متعلمه منك يا ركع. حش علي انا بقصوري بعطي حد سفرتي، انا لو يظهر ابوي من قبره ما اعطيك سفرتي. ما تروم لو تبغى تطيك بربية تكاوشوا عليك كلهم، بيكسرونك وهم بيتكسرون. الله يعينهم والله. اي والله. سيارتنا ثلاث اشخاص. نحن كذلك فرسان الامارات متواجدين ثلاث اشخاص في السياره. والله لا ادري اني فواكه رديت ورا عنده. والله اني ميت اليوم. منو وين اللي حبيبي فواكه؟ سويتي يا ربي والله اني ميت مليون. ما شي فواكه ابوي هذا، لا شو اسمه بليان، فبليان فواكه. عبدو محمد قناه ابو ظبي من مخيم الخازن. والنعم خلاص ايش تبي؟ ما كاني خرط عليكم بدون اطراف. حمد وين السفر ابوي؟ طارت يا روها، واحد قال لي اباها قلت له دراسه. شكرا فنك شريف. كفو كفو ها روحه روحه فقير ابوي. ما عندي والله يا ابوي ما عندي حتى 10 ربيات. الله الله فيك. اقول لك ساعه الغداء، ساعه ونص ونص الغداء. لا وين شو هالبيوت المهدومه؟ ها كلها ضرب الامريكان على هالاماكن، حرروها من العرب هاي لك تحيدونهم لما تسمون. قالوا لنا ابوي لا تطرون اساميهم عشان ما حد يسمعكم ويدوس لكم نحس ولا شيء. ايه العرب هاي لك اللي حرروها من هالمكان. يعني شو بقول لكم؟ يعني العرب اللي يو اللي الف الف دال الف لام دال اول بادي الاسم زين؟ زين ها كانوا سكون هني، جت قوات التحالف ودقوهم دق السنه في دقيقه.
وبس حرروا المنطقة هاي منهم. أساس حاليا المنطقة هاي كلها آمنة على هالأساس. شوفونا روم نمشي فيها شو السبب؟ أظهروهم ظهرت روحهم عسل. يقول لك دقوهم دق السنة في دقيقة ويلوهم من بهالبقعة ولا الأول. الفال إن شاء الله يفكون أبوي هل سوريا منهم إن شاء الله اللي في دير الزور وما غير دير الزور. ناف أبوي مقيلين الحين في العرب لاعبين في الوادم لعبة بنسوي حدوة وين منهم يا ربي. حتى اللي هناك كلت مسكت. صور نعم نعم بوريم ها الغالي تولحنا عليك ابو انتياس ابوي سيارة السفير. نحن ابوي العادية كاس عمان تكذب مبلونة. اي والله شرط كاس عمان غدير. نحن في وين الحين ابوي؟ اخواني منتخب حسن شارع هالمخيمات مالات منو؟ غدير هالمخيمات منو باننهن؟ وحليلك السفير اسمين اللي بتشجي شا اسمك انت شا اسمك؟ هل نهيان العود؟ هل نهي العود انت ماخذنه؟ يا حظك يا حظك. ايوه ان شاء الله يطلع يعني فخر ان شاء الله. كم مواليد السعد ان شاء الله؟ ان شاء الله. انت يمها؟ ها؟ انت يمه؟ اي انا يمه. عيل ما يشابهك الحمد لله انه ما شابه. ماني عندي غسل الكلى بس هو مرتي. سبحانك يا رب. احين صبري احين انت عندك غسيل ورايلك عمى وهالعيال متى جبتيهم؟ والله جبتهم ما من الله وجمعنا بغير ميعاد الحمد لله. انا ما اخذ ما عليك مني سميته على شماخ هي وقالوا هذا الشيء ما ادري وهذا وعلى صيت استنى الاخر اذا هو واني بالعمليه ما ادري مسمينه مصعب. ايوه قلت ان شاء الله اولاد وزاد نسميهم. ايه ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبارك فيكم ان شاء الله يزود ذريتكم. اسميك علي انت على طول الجنه. اي الله اي والله انت على طول الجنه. والله يا ابا هاني هاني حاشاكم ولا يبتها ما يتشاهد وقعت تتمرض لا نخبز لهم ولا اطبخ لهم ولا بسم الله عليك ان شاء الله الامور كلها طيبه. الله يعافيك يعافي كل مسلم ان شاء الله ان شاء الله. تشرب نحن في وين؟ نحن مخيم هاي اسمه حسن شاه. إيه؟ هذا ابوي تحتهم ابوي كان شام حسن شام تحتهم ابوي كان كري فوقهم سماء. ودرجة الحرارة ابوي الصق فوق الخمسين درجة الحرارة فوق الخمسين واللي ابوي ما يبي يرحم هالوادم يعني الله لا يرحمه. هي نعم اي والله يا رج الله يا بوش انت ما زين الا ضحكتش ضحكتش يا بوش عن 600 حرمة من هاي اللي يتلبس العقود يدز بالحيل كامل صدي يا جداي يا سار مس انت بشاشتك انت عن 600 حرمه امهات العقود. اي اي يا ابو تحسبي كبد عليك ولا هذا ابو توني تشاهد كنا سعداء خلاص ادري وش خلاص اي من بني صخر والله والنعم والنعم تريد عقال؟ اه عندي عقال بس عقال والله ما حد يعرف وين ودوها. لا وان شاء الله نتمنى ان شاء الله عودتكم ان شاء الله جميعا اقرب وقت تردون وانتم ما زين لضحكتك حرمته يعني احنا ما زين اخير. لا وان شاء الله نتمنى ان شاء الله عودتكم ان شاء الله جميعا اقرب وقت ما زين لضحكتك حرمته يعني احنا ما زين اخير. يا مرحبا الامارات شو اسمها الحرمه ربيعتنا؟ ما ادري شرف بيهم والله نسيت اسمها. تريسه تريسه ديم ديم انا شو لك جاره قلت يور نيم دريسه ما شاء الله عليك يا دريسه اسمها صعب الدعم. أيوة تعرف انت الحين احنا بعدنا ما دخلنا صح وحروه وتخيل. اي والله والله احنا هم قلنا والله كل اللي العرب اللي تيك هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى. والله تسخير من الله اول الله. اي والله الله يا عامل الناس كلها تيك والنعم بالله نتجول نشوف شو احتياجاته ونوفرها لهم. ما تبصرون دكتور انتم ما تديتوا هالمخيم؟ هذا المخيم ما تديناه لكن المخيم اللي اول واحد
التحيليتنا هذه. وهذا المخيم تاع امريكا التفقد دراسه الوضع دراسه ميدانيه ونشوف شو احتياجاتهم اللي يبونهم ونوفرها لهم ان شاء الله. جزاكم الله خير. مرينا على العوائد وشفنا ان محتاجين طبعا مكيفات او اجهزه تبريد وبالاضافه الى بعض المرافقات الحيويه بنوفرها. ليش حملي وربي حملي ربي انت يلا يلا تسلي العمر تحينه. نعم والله تسقص على الحرمه بس عليها فقيره. لا لا بس عاد نحن تفضل قول. نحن انشأنا مخيمات زين ووفرنا فيها كل الاحتياجات اللي يحتاجها اي بشر. في مخيمات تم انشائها مش من خلالنا الحب من خلالنا نحن من خلال جهات اخرى. في مخيمات تم انشائها من خلال جهات من خلال جهات اخرى. نمر على هالمخيم ونشوف شو احتياجاتهم ونوفرها لهم. هذا واحد من المخيمات اللي مر عليه ما انشأنا لكن مر عليه نشوف شو احتياجاتهم الأساسية. أهلا فيك بكرة شرفتوني أهلا بيكم ولا مرحبا هلا. الله يعافيك حق البنات. أهلا بيكم. طال عمرك. يا خير. يا خير. تعال ولا رشين تعال 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 تعال. هذا تسلمي وسموه غير اسم والله. حاب تقولي ما قلت لك خبريني تسلم تسلم خبريني احب انا افتن عليه ممنوع ايه 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 ابغى نعطي تاي تزوج عليه ايه 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 وينه اسيها ليسجونه المساجين هذا كينه ايه كينه كافور اسخنيه وغريه هي ها ايه بيهي حجي غالي عليك ما بس عليك ابوي بس عليك وزارة الدنيا بس عليك عرفتك ما يهون عليها اقول لك في النار وتلاع ما بهيد بعد هي حليل اعطينا كم رقم سيفتك؟ 246 تعال وين تعال سجل كم عمرك؟ يا ولد عملية عند الظهر سو عملية خلع ولادة ست عمليات سويت نوران نوران ان شاء الله عليكم كيف حالكم؟ كيف انتم؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايش حالك ابوي؟ الله يعزك. مرحبا بكم. الله بالخير. صافي صافي يا حبيبي. لا حول ولا قوة الا بالله. وين امه؟ ها؟ وين امه؟ هاي امه. الساحة الايمن. والله حتى رعاية مالك تصوم. سنة وست اشهر مالتون يا رعاية. سنة وست اشهر مالتون. تسلم يا امي عليك ظالم. انا جايكم الامارات ارض الخير ان شاء الله. الله يحييكم يا الله يسلمكم ان شاء الله. الله هاي السنه ست شرعايك كلهم حديد نعيم. تعشمي كل خير من زايد وعيالك ان شاء الله الحمد لله. تعشموا كل خير من زايد وعيالك. مو برخيصه عليك دمعتك والله مو برخيصه عليك. اشتعلوا بيتنا واحد بعدين كلهم يابا هذا بيت معوقين والله الساعه 12 طلعونا من بيوتنا ومشوا ومطر وواحد خلقني يابنا لكم الله اللي يابنا لكم الله اللي يابنا لكم ما يصير خاطركم الا طيب ما خطيه ما عنده عربانه مال اتمنى تصدقين اللي بقوله والله العظيم معاناتكم والله نار والله العظيم معاناتكم والله مو بالله شعب الامارات قياده دوله الامارات مهتمين فيكم ويراعونكم من الشيخ خليفه من الشيخ محمد بن راشد يحفظكم ان شاء الله الله يحميكم ان شاء الله ويسلم عليكم على ولادكم على اهاليكم عرافكم اي والله والله دمرونا كيلو شكل 25 انتوا اهلنا وجماعتنا تسلم ممنونين دمرونا دواعش حملونا كيلو شكل ب 25 اللي كان قاسم 20 والله ما عدنا كنا ناكل والله ما كان عدنا كنا كيلو شكل مرحبا شيخ حبيبي كيف حالك؟ شلونك؟ بخير الله يسلمك شلونك؟ الله يسلمك الله يخليك ما شاء الله يابا ما شاء الله بهدلونا الدواعش شلوا بيوتنا صلاح وذلوا وذلوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسمي هقداسة الخير تعال سلمي على عمه هو يا عمه يلا عمه عمه لما يا هذا ابوها ما بيدها الله يخليها اكبر بناتك كبر هم يا حد عيد صغير صغيروني توه معرس توه مبرج الله
يدو سويتي؟ يلا الله يعينك. الله علينا. زايد الله خلقه رحمه للعالم. الحمد لله رحمه الله فيه الرحمه. الحمد لله. وخلف عيال. عيال مسكوا الرايه. نعم مسكوا. كل شعب الامارات عيال زايد. من الشيخ خليفه. شباب كل واحد السيارة الله يرحمه هذه السيارة. خذت رقمك ولا لا؟ رقم موبايل ما اخذت. خذت فهمتك؟ ايه بس ما جاء. هكل معوقين صعاريين؟ لا حول ولا قوة. بسبب التزاوج التقارب الاهل هذا ياخذ بتعمه وبتخاله فكثرت. سبحانك يا رب. ان شاء الله اتمنى لها العوده السليمه. انا على من حمدتك على من؟ العوده السليمه يا شوقي. بعد. ماني هذا ابوها. مبهين الشيبه. بسمنها على بنت فريد شوقي. يا الله ما في النار بارد. يا ربي مقواك. ابوها. رانيا لعبة ايوه اول بوسيني بدون بوسه ما شيء. وصدقيني ان الهم اللي انتم تشلونه نحن نشله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الكل جاي نقدم المساعدات ونشوف شو احتياجات. سلامتكم. الحمد لله كنا عندنا البذره اللي زرعها فينا ابونا الشيخ زايد. الله يرحمه ان شاء الله. والشيخ خليفه الله يحفظه وقياده الدوله. العالم كله تتفاخر بيهم. والله العظيم اتمنى انكم تصدقونا احنا جايينكم نشوف احتياجات. عظمه ثقيل بالسنين انهزمنا والطلقات على راسنا. والله العظيم الهلال الأحمر مجموعة عن عدة محلات شو مكر. المجموعة هاي اللي تشوفونها كانت تبيع في المحلات التجارية العشوائية في الشارع. الرعيل الأول بالإسلام إلى يومنا هذا. وتواجدنا اليوم بمناسبة إطلاق عام الخير. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الله يحفظه أطلق عام الخير. وهذا أكبر مثال أن نحن جمعنا بما درسته وتعلمته في ديني. صحيح. الله يبارك فيك. بالعكس إحنا يعني حقيقة حضوركم يعني من كل يوم الأول للإسلام كثير محرجين بها. من يفضل المخزن كان رأسا توجهنا. فبالتأكيد مثل ما قلت هي رسالة خاصة فتحتاج دائما على الصور الزاهية اللي تعبر عن الجانب الآخر، الجانب اللي يمثل الأكثرية، الجانب قليل قدر كمقدر أهل العراق قاطبة بدون النظر إلى يعني طبع العراق بلد عريق كثير محرجين بها. من يفرغ المخزن كان رأسا توجهنا. فبالتأكيد مثل ما قلت هي رسالة خاصة فتحتاج دائما على الصور الزاهية اللي تعبر عن الجانب الآخر، الجانب اللي يمثل الأكثرية، الجانب القليل قدر كمقدر.
قدر أهل العراق قاطبة بدون النظر إلى يعني طبع العراق بلد عريق أوامر من القيادة العليا يعني الله يطول بعمارهم والخاص من الشيخ حمدان بن زايد اللي عمره طويل أمر قال أبوي مثل ما سوت الكنيسة تسوي الله يطول بعمره ما قصر ويحفظه أمروا وبنوا لهم أبوي 30 دكان 30 دكان ها شوفوهن لا واحد كثير ما عندنا هذا واحد اليوم تجينهن وبيجسمونهن أبوي على الناس المستحقين شوفوهن على ما تشوفونها على مد النظر 30 على اليمين 30 على أبانت لنا الكنيسة الكنيسة أبانت لنا شعارهم روحهم وهذا مال الهلال الأحمر ندري من المفروض اليوم يكون ويانا اللي حضر الافتتاح هذا المطران عود مالهم القس هذا المطوع مال المسيحيين انزين المطوع العود المطران يسمونه يهد يتحمى يقول لك طرش المطران الصغير هذا حين المطران الصغير المطران العود هو اللي مرض زين هذا دار مكان مطران العود فالحين عزموا شو يسوون يزورون المطران العود مطران العود بيسيرون منوع عليه في بيت مطران العود ما يروم يمشي وعيزان محمود يقول لك حمى مفطي نفاق وحين قالوا الجماعة أبوية شوركم وحداية الله ده شاورة ويوم شاورنا وياهم والله قلنا لهم توكلوا على الله وحين ان شاء الله بنزيل حق المطران العود هذا ابو بيت المطران السلام عليكم انا كثير مطران يا ميت الهلا سهلا سهلا عيني يا ميت الهلا مرحبتين اهلا وسهلا مرحبا ميت الهلا اهلا وسهلا يا مرحبا تفضلوا أهلا وسهلا بكم تفضل عيني أهلا سلام كمان سلام الله يبارك فيك السلام عليكم أهلا وسهلا تفضل شوف كفى سلم ما الله يخليك سيدنا وهلا يعني أنا آسف البيت صغير بس أنت موجود كبير أهلا وسهلا طبعا احنا بس نبغى نعرف سر العلاقه الجميله جدا لان شرح لنا قبل شوي صراحه يعني سعاده الامين العام لكن بعد حابين نسمع منك سر العلاقه الجميله استغرب انه عندهم اسماء كثيره بالولادات الجديده بالوقت الذي انا اعتبر الامارات انه كل ولاداتهم لازم كثيرين الولادات الذين يلدون صح لكن قليلين هم الذين يقدمون للاخر بدون مقابل بدون ان ينتظر حبه لبلده وحبه لشعبه كان تدريس وتعليم وأنا أعتقد يجب أن تدرس أخلاق الشيخ زايد في علم الأخلاق هذا العشق أنا اللي أعشق بينه الإمارات حقيقة وأحب الإمارات كثير وأحبها من خلال الشيخ زايد لما قد تنبع من الداخل هي سعادة دائمة ومستمرة وحقيقية أما السعادة التي تكون من الخارج هي وقتية وضيقة وزائلة فإحنا شعب الإمارات ناس يحبون الحياة لا يحبون الموت ويكرمون ويقدرون من يحب الحياة ويحاولون دائمهم وأجمل ما في الإمارات لما رحنا زرناها وأتمنى أن تتكرر هالزيارة لأن كثير كنا فرحانين بذيك الزيارة أنه التقينا إمارة السعادة يعني حكومة تسعى لأن يكون شعبها سعيد ومميز على هذه تنبع من الداخل هي سعادة دائمة ومستمرة وحقيقية أما السعادة التي تكون من الخارج هي وقتية وضيقة وزائلة فإحنا كنت أتمنى أن أعرف بجيدكم ما نفرش الأرض رمل بل ورود لنستقبلكم حتى نعبر عن فرحة حين عرفنا ليش يحبك وايد موقفوا معانا وما قصروا معانا هم أهل الفضل وإحنا ما ننكر هذا الشيء ونحن تواجدنا معاكم اليوم ترى مو بموضوع مساعدة فضل الديانة الأخرى الإسلام دين المحبة الإسلام دين السلام الإسلام دين التواصل الإسلام دين الانفتاح على الآخرين ونحن أنتم مو غريبين عنا الله يحفظكم إن شاء الله إحنا الخليج يعني بالذات هل الإمارات وهذه دول الخليج إحنا ككنائس يعني هذا دليل على وجود البصمة المسيحية في هذه المنطقة وهذا
هي التي لا تطلب ما لنفسها، التي لا تتفاخر، التي تتغاضى عن الغلط، التي ولا على جنس ولا على دين ولا على شكل ولا على أصل. الحب هو يعبر عن الإنسانية الحق. والله يحبه، فكيف أنا لازم أحبه أكثر؟ فقط هون نقطة، انتهى الحديث كله، ما بعد هذا كله زائد ما له قيمة. عمركم محمد لكم على السلامه. شكرا الله يسلمك. شفت ال... ايه وعدت ما شاء الله عليك. الحين لازم يعني بنيوز حرمه بنيوزك واحد من هالبضابي. ما ترهم دون ترهم دو قبل عملت العمليه قبل ما اصير راهب كان بيعمل والله. العلاقه النقيه مع الله. اللهم لك الحمد. ماكو اجمل من هالزواج. الحمد لله. يا ميت انا ما دينا ان شاء الله راح نسحب السفراء وتخرب العلاقات. هم رايحين بالسلامه بس انت باقي يمنا. ها لا ابدا ابدا ابدا. شو احلى وحده، شو احلى وحده. هذا طعم اليانسون. شو مع السلامة يا حبيبي. انا هذه هدية من الهلال الأحمر الإماراتي حق اخواننا المسيحيين كهدية. هذه الهدية حق مدرسة عندهم، مدرسة مالت المسيحية. جالي المسيحية عندهم مدرسة مقصرين من باص، وقدموا لهم أبوي الهلال الأحمر هدية من عندهم. الى جنابكم الكريم والى العوائل اللي تتبرع. هم ما يعتبروها مساعده، هم يعتبروها هديه. اسمي وباسم استاذ نهاد عضو مجلس الكنسي نشكركم مره اخرى، وانتم تركتم بصمات حلوه، وانا بهالمناسبه الكريمه انا اشكر كثير واشكر جميع هاي الوجوه الحلوه اللي بتبتسم. حقيقه انتم اليوم مو بس يعني غمرتمنا بفرحه، هاي الهدية راح يفرحون بعد أكثر وأكثر. فأنا مرة أخرى أقدم شكري واعتزازي لك. شكرا جزيلا. الله يخليك. بس على الأقل السلام فقط. سلام موجود نسيت بعد عزرة بلينا قهوة عند المطران. الشيخ صار يتوايه ويا المطران. مطران خليل مطران لارثوذكس صار يتوايه وياهم بيوت.